أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير. ولقد زينت السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم، وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم حزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله في شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى
سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلونا كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ولا يستثنون. وطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. وأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرصكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حظ قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أكن لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب
ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم فيه لما تحكمون. سلهم عينهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ذلك اليوم الذي وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إن نادى وهو مكروه. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون وما قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت العرش والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة.
من شقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راوية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ما أغنى عني ماله، هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له يوم هنا عميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، إنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس هو الأرجح من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان شره وكان مقداره 50,000 سنة. ترى الجميع أنهم يرون بعد يوم يرغب ويرجع يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسألون حميما حميما يبصرونهم. يود الأظلم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فوعى، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، الذين يصدقون بيوم الدين، الذين هم من عذاب ربهم مشفقون، من عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون، لا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهادتهم قائمون، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، الذين هم على صلاتهم يحافظون. يكفي جنات مكرون، فما الذين كفروا قبلكم مقطعين عن اليمين وعن الشمال يعني اطمعوا كل من منهم ان يدخل الجنة بنعيم. كلا انا خلقناهم مما يعلمون، فلا اقسم برب المشرق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن مسبوقين، كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر، لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون.
علينا بدل خير أمي وما نحن بمسبوقين. فذرهم يقودوا ويلعبوا كي يلاقوا يوم الذي كانوا يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم لا ينصرون ينفذون. وأشهد أن صاروا تضحكهم إلا ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أغفر لكم ما أخبركم من أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت ولم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفروا لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم زيارة، ثم إني أعلنت لهم وسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وأنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وأنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني اتبعوا لم يم قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، وكروا مكرا كبارا. وقالوا لا تذرن آلهتكم لا تذرن ودا ولا سمعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن فخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. وأنهم ظنوا كانوا يموتون من لا يعبد الله أحدا. وإن لمسنا السماء فوجئناها مليت حزنا شديدا ومحبا. وإن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع إلانا يجد له شهابا رصدا. وأن لا ندري إن شر أريد بما في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وإن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وإن ولن وإن
لما سمعوا الهدى آمن بفهم بربه، لا يخاف بخسا ولا رهقا. وإن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك احتروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وإن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء فرات. ويل يومئذ للمكذبين. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا الرشد. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وإن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء ولقى نفتنهم فيه. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك هذا وصلى. وان من الساجد لا تدعو مع الله عادة. لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه جبلا. قل إن أدعو ربي ولا أشرك به هذا. قل إني أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يديرني الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلغ من الله رسالتي. ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يرجع إلا خالدين فيها أبدا. حتى إذا ما يوعدون فستعلمون من أضعف ناصر وأقل عددا. قل إن أدري قريب ما توعدون، ما يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. اصفحوا أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ونزل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله واتخذ وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وكان في الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا. السماء فطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن رب العالمين تقول إن عمل ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. الله يقدر الليل والنهار. علم الله من قصه متعب عليهم فقرأته. فقرؤوا ما تيسر من القرآن.
سيكون منكم مرضى، منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهوبا، ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم نور، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، وقال، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذا أدبر، والصبح إذا أسفر، إنها لعيد الكبر، نذير للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، كل نفس بما كسبت رهينة، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى تعلقوا، وما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم مثل أخرى من القصر، بل يريد كل منهم أن يتخذ مصر. كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكر، فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا يشاء الله، وما يذكرون إلا يشاء الله، وأهل التقوى وأهل المغفرة.
لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة إن يحسب أن يجمع عظامه بل قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق ظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق يربط من المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولئك فأولى أولئك فأولى ثم أولئك فأولى يحسب الإنسان إلا أن يترك سدى لم يكن أحسب الإنسان أن يترك سدى أم يكون نطفة من مني يمنى فجعل منه الزوج ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادرين على يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من يده لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه سبيلا ما شكر وما كفر إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون إذا كان مزاجها كافورا غير يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا فجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا وإن فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيت حسبت ولو أم مأسور وإذا رأيت ثم رأيت نعيما ومنك كبير عالم يسوي أبو سود قدروا يستبرقوا كل عسابي وفتاتي 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 إن هذا كان لكم جزاء كان سعيد مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لربك ويطوي منهم آثما أو كفور واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجل يدرون وراهم يوم تقول يا نحن خلقناهم وشدنا أسهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما قل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا
عذرا أو عذرا، إنما توعدون الواقع، فإن النجوم طمست وإذا السماء فرجت، وإذا السماء فرجت، وإذا السماء فرجت، وإذا السماء فرجت، وإذا الرسل السماء فرجت، وإذا الجبال نصفت، وإذا الرسل قيل لي يوم أجلت، والفتوات ما يمكنني وإذا في الأولين من طبيعهم آخرين كذلك نفعل في المجرمين، وإلى يوم المكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين، فقدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، ويوم يومئذ للمكذبين هم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وجعلناها رواسي، وجعلنا فيها رواسي شمس خطيرة، وأسقينا ماء فراتا، ويوم المكذبين وطريق أيام قلوب تمشي كذبا، وينطلق إلى ويلنا في ثلاث شهور، يا ويلنا لا يغني من اللهب إنها ترمي بطريق في القصر كأنه جمالة يوسف، ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، ويل يوم المكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعلمون، إنا كذلك نجزي تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين، ويل يوم المكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ويل يوم المكذبين إذا قيل لكم تفسحوا له تفسحوا في المجالس، وإذا قيل له اركعوا لا يركعون، ولا من المكذبين في أي حديث بعده يؤمنون.